بعدين تتعرف على الناس كلها يعني على المدينة كلها تجي يمك، كلها تجي يمك تسبح من شيوخ عشائر، من دكاترة، من ضباط كبار، يعني حتى قادة تجي تسبح. يعني ترخي الأعصاب، نسمات كلها تنفتح، يعني هواي هواي شغلات بي كلش هواي. إضافة إلى هذا الشغلة يعني ترتاح جسمك كله يرتاح، نفسي إذا ترتاح. هذا الحمام تأذينا بشغلة واحدة بس من سد زمن الكورونا صراحة تأذينا، لأن يعني تعرف الحمام بالبيت مو مثل هنا الحمام الموجود. الناس صارت عادي عندها كورونا، يعني مو مثل قبل. قبل 5 أشهر كانت الناس تخاف وما تطلع من بيوتها، هسه لا، الناس عادي بسطت محلات، مطاعم، اسواق، يعني الناس ما قام تخاف بعد. هاي كورونا صار عندها شيء طبيعي عادي.